عثمان العزاز على 1-0 على بعد حوالي 12 دقيقة على نهاية الشوط الأول. عثمان وركلة الجزاء لمصلحة فريق مصلل. عثمان العزاز أو إيفان عثمان، جول، جول أول لعثمان العزاز، والهدف يأتي من ركلة جزاء من عثمان العزاز. 1-0 لمصلحة مصلل. شوف هنا، شوف هنا عثمان وفرحة بهدف أول له مع مصلل، فرحة لهدف أول مع مصلل. يأتي هنا أمامنا اللاعب عثمان العزاز، شوف ركلة الجزاء واللي معها بطاقة حمراء هي قصة هدفنا حتى الآن. هنا عثمان العزاز يترجمها في المرمى وهدف لمصلحة مصلل. 1-0 من عثمان العزاز في كرة كان من